اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، من آخر الكلمات التي تكلم بها رسول الله وهو على فراش الموت، يذكر ويحذر الأمة. تقول أم المؤمنين عائشة: يحذر ما صنعوا. حبيبي حبيبي، حتى وأنت في آخر اللحظات تحذر أمتك من الوقوع في أمر يخالف حكم الله ويخالف حكمك. بأبي أنت وأمي، بقلبي أنت وروحي، لم يبخل قط ولم يتخلى عن الدعوة والبلاغ قط، حتى شرفه الله بالكمال وشرفه الله بالتمام وأنعم عليه بأتم نعمة، وهو في عرفة في حجة الوداع تنزل عليه الآية التي أبكت عمر بن الخطاب وأبكت كثيرا من الصحابة، حيث أنهم علموا أنه ما تم شيء إلا وقد بلغ نهايته، إلا وقد بلغ نهايته وآزف على النقصان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: والله إني لأعلم اليوم التي فيه نزلت وأعلم الساعة التي فيه نزلت، نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة، يعني نزلت في عيدين وليس في عيد واحد، في عيدنا الأسبوعي إن صحت اللفظة، وإلا فإن ذكرت لفظة العيد فما شرع النبي للأمة إلا عيدين اثنين، ألا وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن إن كان المعنى اللغوي بمعنى أن الأمة تجتمع في هذا اليوم العظيم في يوم الجمعة وفي يوم عرفة، فقد نزلت الآية في يومين من أعظم أيام المسلمين، نزلت في أعظم أيام السنة على الإطلاق، ونزلت في أعظم أيام الأسبوع على الإطلاق. فأعظم يوم في العام كله يوم عرفة، وأعظم يوم في الأسبوع كله يوم الجمعة، نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة. أيها الأفاضل، تعالوا بنا بالتفصيل لنصحب أنفاس المصطفى إن لم نفز بصحبة نفسه، لنسعد بصحبة أنفاس المصطفى إن لم نفز بصحبة نفسه، لنعيش معه من أول لحظة خرج فيها من بيته إلى آخر لحظة عاد فيها إلى بيته. وذلك في الأسبوع المقبل نبدأ المسيرة مع البشير النذير السراج المنير بأبي وقلبي وأمي وروحي، لكنني رأيت من الفقه أن أجمل ما مضى لتسترجعوا وتستجمعوا ما فصلناه في هذا الإجمال السريع، عسى أن يردنا ربنا تبارك وتعالى وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أولادنا في الثانوية العامة عندهم امتحان طبعا إن شاء الله يبدأ السبت، والبيوت طبعا فيها طوارئ شديدة جدا وفيها قلق، وطبعا اللي بيمتحن الآباء والأمهات مش الأولاد بس. فندعو الله سبحانه وتعالى لأولادنا بالسداد والنجاح والتوفيق، وأن ينزل على قلوبهم جميعا برد السكينة والرضا. وبنصح شبابنا وأولادنا في الثانوية العامة بنصائح سريعة. النصيحة الأولى أن يصدقوا في طلب العون من الله بعدما أدى كل طالب من أولادنا ما عليه طوال العام، يعني كفاية بس مشقة الدروس الخصوصية اللي أصبحت في كل مادة تقريبا من المواد، حتى العربي، حتى اللغة العربية الأولاد بيأخذوا فيها درس. فأنا بنصح الأولاد أن يصدقوا في طلب العون من الله سبحانه وتعالى بعدما أدى كل طالب ما عليه.
بقول له يا ابني حاول بقدر الإمكان يعني تنام في الليل، يعني أقصى حاجة الساعة 11 أو 12 تكون نايم، 11 نام وقوم صلي الفجر، وبعد صلاة الفجر اجلس ركز. الساعات دي بتبقى ساعات صفاء في المادة اللي انت هتمتحنها، وأول ما تطلع حاول تطلع من البيت وانت متوضي، ولو صليت ركعتين قضاء حاجة ما فيش بأس، ما بقولش انها سنة الامتحان يعني، ولكن حاجة لك حاجة عند الله عز وجل. وبنصحك نصائح أخرى داخل اللجنة، ما تتعجلش في إجابة السؤال، عاوزك تقرأ السؤال مرة واثنين مطمئن، وحاول تفهم السؤال، لأن كثيرا من أولادنا يخطئون في إجابات لأسئلة هم يعرفون الإجابات عنها معرفة جيدة، لكنها يعني السرعة والعجلة في الإجابة. فأنا بنصح أولادنا اقرأ السؤال مرة واثنين واطمئن، واستعن بالله عز وجل وبهدوء، ما تتعجلش وما تحاولش تعمل فيها بطل وتطلع فيها أول واحد في اللجنة، لا البطولة خليك انت آخر واحد، هي دي البطولة، ما تستعجلش قول لك ده أنا طلعت أول واحد، لا دي مش بطولة، لا أقعد راجع المد. وما دمت قد أديت ما عليك فلا تخف، واترك النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا كان هذا استعدادك ولد الحبيب لاختبار الثانوية العامة، فهل يا ترى أعددت عشر هذا الإعداد للسؤال بين يدي الله عز وجل للقاء الله سبحانه وتعالى؟ لأنك في مرحلة من أخطر المراحل العمرية، مرحلة المراهقة ومرحلة إثبات الرجولة، فننصح أولادنا وشبابنا أن يستعدوا يعني كاستعدادهم لهذه الاختبارات، استعدوا للقبر وأن يستعدوا للقاء الله، وأن يعلموا أن النجاح الحقيقي لا يكون إلا في طاعة الرب العلي. ثم في التفوق بعد ذلك على العين والرأس، لكن ما قيمة التفوق في جانب الدنيا وهو بعيد عن الله جاهل بالآخرة؟ بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عامون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأنصح الأسر والبيوت أن تعود إلى الله عز وجل، وأن تستعد للقاء الله كما تستعد الأسر والبيوت لاختبارات الثانوية العامة، بيوت فيها طوارئ شديدة جدا. وعلى أي حال أسأل الله ألا يخذل بيتا في ولده أو في ابنته، وأن يكتب لجميع أولاد المسلمين النجاح والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقدر عليه.